السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخباركم إيه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة بقى أنا عند ماما، وماما برضه هتعمل لحمة الراس بس بطريقة غير طريقتي أنا. هنشوف بقى مين الأحلى، طريقتي ولا طريقة ماما. ماما هتعملها إزاي؟ احنا غسلنا اللحمة غسل كويس او 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 تحت الحنفية، وحطينا فيها مية وحطيناها في الحلة وحطيناها على البوتاجاز وبنسلقها. وبعدين على زي ما هتبدأ تغلي بنشيل الهدوم من عليها كده ونشيله خالص من عليها. بعد كده بنقوم مشوحينها بفص مستكة ومية، وبعد كده بنعمل لها تومة ونعملها بقى فتت ان شاء الله، وهنوريها لكم وهتعجبكم بإذن الله. شوف انهي الأحلى، بتاعتي ولا بتاعت ماما؟ لا طبعا ماما. وكل سنة وانتم طيبين بحلول السنة الجديدة ان شاء الله، ربنا يعيدها علينا وعليكم وعلى اولادنا وعلى حبايبنا وعلى حبايبكم بالخير واليمن والبركات، والحاجة الحلوة تيجي ان شاء الله في السنة الجديدة لينا وليكم يا رب. ويا رب 2019 تكون احلى من 2018. يا رب يا رب يا رب يا رب. الحاجات دي يا جماعه، دي البيضه دي بنشيل دي كده من بنشيلها كده بتشال من الحله. بعد كده هنقوم مشوحينها بفص مستكة وحبهان، وفي النهايه خالص بنعمل لها تومه. ان شاء الله تعجبكم وجربوها وهتبقى حلوه ان شاء الله. سنة سعيدة يا رب علينا وعليكم وعلى الجميع وعلى كل اللي بيشوفنا يا رب. وماما بتشيل الريم اهو منها، وبعد ما شلنا الريم نجيب حلة تانية على النار ونحط فيها فص مستكة، ها شوية زيت. وماما حطت فص مستكة اهو، هي كنت اعملها بس دي بقى بطريقة ماما، ف طريقة تانية. يحط بيحط بسم الله. شوحناها بفص المستكة اهو، شوفوا لون الشرب اصلا نفسه ما شاء الله جميل. جربوا الطريقة دي يا جماعة والله هتحبوها، وطريقة جميلة اوي 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 اوي. ولسه بقى في النهاية ان شاء الله نعمل لها التومة بشوية خل، تبقى حلوة ان شاء الله. بس طريقتي طبعا احلى. لا طبعا ماما. لا. حبيبة قلبي. الملح هتحطيه دلوقتي ولا هتحطيه في الاخر؟ ده حتة لسان يا جماعة. ده لسان ده. حطه مع لحمة الرز. الملح ماما في اول؟ لا في الاخر. زي برضو عملته في الاخر. في الاخر. بنحط شوية ملح وشوية فلفل اسود بس. وبتغلي معانا اهي وقربت تستوي ان شاء الله. اهم حاجة ان احنا ما نزودش المية الا مية سخنة عشان اللحمة تستوي معانا بسرعة. وهنحط دلوقتي الملح، دخان معلش، في ثلاث ارباع السوا كده. شوفوا يا جماعة المية بيضة ازاي، زي اللبن الحليب. زي اللبن الحليب والله. والله ما شاء يا الله. جماعة اهي كويس مبان، شوفوا لون الشوربة شبه اللبن الحليب بالظبط. ما شاء الله. وشوية كده هنعمل لها التومة بالخل ان شاء هي الله. ايه، بنحط الملح في تلات ارباع السوا بتاعنا. ودلوقتي ماما بتعمله، بتقصقص العيش علشان نحمره. هنحمره بفص ثوم، فص ثوم على المقلاية. بجد تاكل العيش حاف احلى من العيش الناشف اللي انا كنت عاملاه، انما احنا هنعيش طري عادي هنحمره على النار بشوية زيت وفص ثوم. دلوقتي هنعمل التومة بتاعت لحمة الرأس. اول حاجة هنحط الزيت في الطاسة، وبعدين
نحط الثوم لما ياخد لون، يا جماعة احنا هندخلنا العيش الفرن بفص الثوم زي ما قلت لكم علشان يبقى طعمه حلو. بعد ما الثوم تاخد لون، ريحة الثوم والله جميلة أوي، الثوم أصلا بيبقى فعلا بجد ريحتها حلوة. نحط خل، معلش انا عايزه بس عشان تشوفوا شكل الثوم لونها ايه واحنا بنحط معاها الخل. نحط خل، يجي ايه الخل اللي انتم بتحبوه، 3 معالق كبار او 4، صح ماما؟ ايوه تبع ما هما بيحبوا. ودي تقريبا كم فص توم؟ رائع بس بجد ريحتها مع الزيت بجد بجد ما شاء الله تحفه. تاني اللون ده كده كويس؟ لسه شويه صغيره ما تصفر كده شويه. شكل الشوربة اهي، حطينا الخل على الثومة، حط شوربة كمان جوه الشوربة وتتقلب عاملة زي اللبن. شايفين الشوربة لبن، سيبها تغلي بقى غلو 2 3 وبعد كده تحطها على الفحم. على فكرة في بيعملوا بيعملوها بطماطم بس زي ما احنا عايزين، احنا بنحبها بشوربة وتوم وخل. انا ما بحبش الطماطم دي خالص الصراحة، ما حاولتش اكلها. لا احنا بنحبها بشوربة، سيبها بقى تغلي وتقوم مكبينها على الفحم. وده يكون شكله في الاخر، بيعجبكم. وماما حطت الرز على العيش المحمص، وبعد كده ساعة الأكل هنقوم رايحين حطينا الشوربة على اللحمة كده. اتفضلوا معانا.